دائس. هم خلينا نبدأ من النهاردة، 189 حالة، أمر مقلق بالنسبة لسيادتك ولا أمر متوسط أو يعني ما نقدرش نقول إيجابي؟ دكتور عوض تاج الدين، مستشار السيد الرئيس، أولا مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ كل سنه وسيادتك طيب. وسيادتك يا فندم بألف خير. لسه بقول انه النهارده 189 حاله، هل هي مقلقه بالنسبه لسيادتك ولا ده امر متوقع بالنسبه لنا؟ والله هي ده التوقع بتاعنا، وكان من الاول احنا متوقعين هذا، ان يبقى في زياده لغايه ما نوصل الى الحد الاقصى، وكان كل امنيتنا وكل بنسعى اليه. واتذكر ان انا حاك في مداخله مع سيادتك قلت حاك هذا الكلام قبل كده، ان التزايد في الحالات يكون تزايد افقي وليس راسي، بمعنى ان ما يحصلش زياده حاده مره واحده تبقى عدد كبير قوي بتبقى ليها تاثيرات سلبيه. والحمد لله احنا ما زلنا في هذه المرحله، ونتمنى ان شاء الله الامور تستمر بصوره افضل في الفتره القادمه. لما اوصل رقم ايه، 200 مثلا ولا دي مش محدده؟ لا ما يعني هي مش الرقم اللي هنوصل له، مش الرقم، الرقم ده بيبقى يعني رقم ناتج عن حالات مصابة بقالها عدة أيام أو ممكن تبقى أسابيع. وبعدين بتكتشف، لما بتكتشف حالة نشطة ولها أعراض فبتدور على الحالات اللي حواليها، فممكن جدا حالة تبقى حالة واحدة ليها أعراض ظاهرة وتكتشف من حواليها 10-12 حالة، ففي الآخر بيبقى هو ده العدد الذي رصد النهاردة مثلا. ما وطبعا سيادتك كل ما بيكون عندنا حالات اكثر كل ما المتوقع ان احنا نكتشف عدد اكثر. لكن هي الفكره زي ما قلت لحضرتك ان العدد ده ما يبقاش عدد متضاعف او سريع او عدد ضخم مره واحده. الذروه دي علميا بتوصل امتى؟ يعني امتى اقول وصلنا للذروه وبالتالي المنحنى هينزل زي ما حصل في بعض الدول؟ دي بتيجي والله سيادتك هي اصلا ما لهاش قواعد بالدوله الاخرى. يعني انت عندك مثلا في دول الاتحاد الاوروبي كلها أعداد ضخمة كبيرة جدا، وبدأ بيتكلموا على أن الأعداد بتقل ببطء أو في تحسن ببطء. فهو لما بيكون مسجل عدة آلاف ويقلوا 100 أو 200 بيعتبر ده نوع من التحسن. فإحنا الحمد لله ما زلنا في العدد، إن نتمنى من ربنا إن شاء الله إنه ما يزيدش عن كده. وبرضه زي ما شرحت لسيادتك قبل كده يا أستاذ أحمد في قبل كده، إحنا عندنا الحالات دي ليست حالات كلها حالات شديدة أو حادة أو حالات حرجة. إحنا بنتكلم في 85% من الحالات بتبقى يا إما لا أعراض يا إما أعراض بسيطة جدا، واللي بيطلع منهم في الآخر ما بين 5-8% الحالات اللي بتحتاج مستشفيات أو رعاية مركزة. طبعا بدون شك حضرتك لما يكون عندي 200 أطلع منهم 15 حالة غير ما يكون 2000 هتبقى عدد أكبر وأكبر وكده. إن شاء الله يعني هو سؤال حضرتك الحقيقه سؤال مهم جدا جدا، لكن ما زلنا في المرحله التصاعديه البطيئه والعريضه، ودي لحد دلوقتي مرحله مش بطاله. طيب ال 250 حاله وفيات رقم كبير بالنسبه لنا مقارنه بعدد الاصابات؟ لا، ما هو ده عدد تراكمي حضرتك. انت بتتكلم سيادتك على 250 حاله وفاه. العدد الكلي كام؟ اظن النهارده 4 3. بالظبط، يبقى كام في المية حضرتك؟ هي دي النقطة. وليها أسبابها، ليها تحليلها. يعني احنا حللنا أسباب الوفاة بالتفصيل، ليه إيه أسباب الوفاة إيه وليه بتحصل، طبعا كله بإذن ربنا. لكن احنا عندنا أسباب، إن في كثير في الأول على الأقل كان في حالات كتير، خلي بالك حضرتك ده رقم تراكمي. ففي حالات يعني النهاردة حالات الوفاة اليوم دي ليست إصابة اليوم 11. يعني مش المية وحاجة وتمانين هم دول ماتوا منهم، لا نعم، دول حالات تراكمية بتاعت عدة أيام سابقة، حالات حادة وشديدة وعندها عدة أمراض أخرى مصاحبة. يعني هي دي من ضمن الأسباب. وفي نقطة تانية اللي احنا نتمنى برضو ننبه ليها، لأن احنا كل اللي بتعمل في كل المستوى البلد كلها بكل المستويات برعاية كبيرة جدا من سيادة الرئيس ومتابعة دقيقة جدا، ان احنا والحكومة ايضا تعمل في هذا، ان احنا عايزين نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش في حالات شديدة ولا حادة ولا تحتاج مستشفيات، لان طبعا بيؤثر فينا جميعا وفاة احد المرضى وكده. لكن المستشفيات او مستشفيات العزل اللي بتعالج الحالات الحقيقة
بكل علم دقيق وكل متابعة شديدة بيتم تقديم كل الرعاية لها وكل وسائل العلاج بما فيها العلاج المستحدث. حضرتك بعض الدول النهاردة الأوروبية بدأت يعني تخفف من القيود اللي كانت مفروضة خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، هل ده وارد يحصل في مصر التخفيف إلى حد ما، ولا صعب النهاردة أقدر أخد إجراءات تخفيف في اللي أنا عملتها؟ سيادتك يا أستاذ أحمد، أن التعامل مع هذه الأزمة من أول لحظة تم بحرفية شديدة جدا. نعم. من الأول. نعم. ومن قبل ما يحدث أي حالات، وبدأنا نوع من خطوات تنفيذية واحترازية ونوع من المنع بصورة يعني تدريجية فيها نوعين مهمين جدا، نوع من مراعاة صحة المواطنين ودي نمرة واحد. نعم. وحياتهم ومضاعفات المرض ومشاكله، والنوع الآخر أنك بتحافظ بقدر المستطاع ودي نقطة حيوية جدا على أرزاق الناس واقتصاد البلد. طبعا الصحة نمرة واحد وحياة المواطنين أهم شيء وأغلى شيء، إنما خطوات احترازية حتى خطوات المنع بتتم تدريجيا، وتقليل مثلا لما وقفت المدارس والجامعات، لما منع التكدس في وسائل النقل العام. نعم. لما اتعمل حظر يعني جزئي يوم زي النهارده، الحقيقه كانت قصه مهمه جدا اننا في يوم زي ده لينا عادات وتقاليد مصريه كبيره جدا، الخروج والمتنزهات والاجتماعات والاكل وحلاق الحيوان والكلام ده كله. لما قدرنا الحمد لله ان النهارده نقلل بهذا ونحد منه بدون شك، طبعا يعني انا عارف القيادة السياسية والحكومة كلنا لا نتمنى ان احنا الناس ما تبقاش مبسوطة وتتحرك، لكن كل هذه الاحترازات بتؤدي الى نتائج جيدة، وفي نفس الوقت هي هدفها الاول والاخير هو صحة وحياة الانسان. سيادتك يا فندم عضو اللجنة العليا، وبالتالي